وسط حضور رسمي وشعبي كبير عقد في مدينة مأرب اللقاء الموسع لأبناء محافظة حجة برعاية محافظ المحافظة اللواء الركن عبد الكريم أحمد السنيني رئيس المجلس المحلي. وأكد المحافظ في كلمته التي ألقاها على أهمية رص الصفوف وتضافر الجهود في المرحلة الراهنة من أجل إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة، مثمنا دور التحالف العربي في دعم ومساندة الشرعية في اليمن، مثمنين هذا الإطار الجهود الكبيرة والتي تبذلها الشرعية ممثلة في رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء والقيادة العسكرية للجيش الوطني والأبني وجميع الأبطال المناضلين من منتسبي الجيش الوطني والقوات الأمنية والمقاومة الشعبية الذين يبذلون الغالي والرخيص لتحرير اليمن من أيدي ميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وقد تحطمت على صخرة ثباتهم مؤامرة الأعداء وفشلت خططهم، كما نشيد بالدعم والجهود السياسية والعسكرية والاقتصادية التي يقدمها الإخوة في دول التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول التحالف شاكرين جهودهم. وفي الفعالية الجماهيرية التي حضرها قيادات في المقاومة الشعبية أشاد وكيل محافظة حجة الشيخ ناصر دعقين بدور أبناء المحافظة في دعم ومساندة الشرعية ومواجهة مشروع الانقلاب ودحر الميليشيات الحوثية من وقت مبكر. ثم لما خشت هذه العصابة المارقة جنودها وحلفائها لاقتحام غمران، كان لأبناء محافظة حجة سهمهم الوافر في الذود عن حمى الجمهورية، وقدموا الشهيدة والشهيد على مدار 6 أشهر، لم تقترب لهم جبهة ولم يبرح منهم بطل من موقعه حتى انكشفت كل الجموع وانسحبت بعد المؤامرة المعروفة التي انتهت باستشهاد البطل حميد القشيبي رحمه الله. وثمن قائد المقاومة الشعبية في إقليم تهامة الشيخ مهدي جابر الهاتف الدور البطولي لأبناء المحافظة وكافة أبناء إقليم تهامة في مختلف المواقع والجبهات. والتحية الأكثر أيها الأخوة الكرام منا جميعا لمن يتمكنوا من الحضور هنا معنا لأنهم مرابطين في أرض الجهاد، مرابطين في مين، ومرابطين في حرب، ومرابطين في نهر، ومرابطين في صواع وفي الجوف وفي هيلان. وفي ختام الفعالية استمع محافظ المحافظة إلى عدد من التوصيات والمقترحات والاستفسارات والتي من شأنها تعزز حضور الدولة وتسهم في تقديم الحلول والمعالجات للعديد من الإشكالات. تخلل الفعالية عدد من الفقرات الفنية والثقافية المعبرة. عبد الحميد الأشول لقناة سهيل الفضائية.